ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بما حمد به نفسه في الأزل، وبما حمده به الأنبياء والمرسلون والملائكة والمقربون والصالحون، وبما لا نعلمه من المحامد التي يلهمها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الآخرة. نحمده حمدا في كل وقت وحين، حمدا يليق به ولا يليق بنا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، الذي ارتضيته لنفسك وارتضيته لخلقك رسولا موصلا إليك، فوصلنا به إليك يا رب العالمين. أنرنا بأنواره، وانفعنا ببركاته، وأحينا على سنته، وتوفنا على ملته، واسلك بنا مسالكه، وحققنا بحقائقه، وخلقنا بأخلاقه الكريمة، وانفعنا به في الدنيا والآخرة يا رب العالمين. وجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، وأعلي فوق بناء الناس بناءه، وأكرمه وأكرم نزله لديك، وآتيه الوسيلة والفضيلة، وأقر عينه بأمته، وأقر عينه بما آتيته من فضلك العظيم، برحمتك يا أرحم الراحمين. وانصر الإسلام والمسلمين، وفرج به الكرب عن المكروبين، برحمتك يا رب العالمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح الرسالة القشيرية للإمام عبد الكريم القشيري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. نكمل مقام التوبة. كنا بدأنا في باب التوبة، وهو أول باب هام في الكتاب، كل ما سبق كان مقدمة للكتاب، فكل ما لم يحضر قبل ذلك كأنه لم يفته شيء، لأن بداية الكتاب يعني تقريبا ثلث الكتاب الأول تقدمة لأصل الكتاب، فأصل الكتاب يبدأ من باب التوبة، والبداية كلها هي التوبة، والتوبة تكون هي أصل كل شيء وبداية كل شيء. وتكلمنا على التوبة وأنها بمعنى الرجوع، أي الرجوع عن الغفلة إلى اليقظة وإلى العظة، أو الرجوع عن الشرك حتى إلى الإسلام والدخول في الإسلام، والرجوع عن الظواهر إلى الاهتمام باللب والبواطن والمقاصد والحقائق، فهي تحمل معنى الرجوع. الرجوع عن التقصير إلى القيام بحق الواجب المطلوب من العبد، الرجوع عن إعجاب العبد بعبادته إلى نظر فضل الله إليه بالتبري من الحول والقوة. فالإنسان يحتاج إلى أن يرجع إلى الله في كل لحظة وفي كل حين، حتى أنه يحتاج إلى أن يرجع إلى الله من نفسه إلى الله، كما رأى سيدنا أبو اليزيد البسطامي في المنام في رؤيا هاتف يكلمه على لسان الحضرة الإلهية، فيقول له: يا عبدي، قال: أريد أن آتي إليك. قال: أترك نفسك تأتي إلي. يعني إذا تركت نفسك وخرجت من شهواتك ومن حجابك، وجدت الله أقرب إليك منك، ووجدت الله أقرب إليك من حبل الوريد. فالمحجوب هو أنت بنفسك وبشهواتك وبأهوائك، فلابد أن تتوب وترجع مما أنت فيه من هذا الحجاب إلى الله سبحانه وتعالى. ووقفنا على قوله: وسئل البوشنجي عن التوبة فقال: وإذا ذكرت الذنب ثم لا تجد حلاوته عند ذكره فهو التوبة. لأن التوبة كما قلنا هي الندم، كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تندم على شيء وما زالت حلاوته موجودة عندك، إن كنت ما زلت تستشعر بلذة المعصية التي خرجت منها؟ مهما تبت منها سوف تعود إليه. لكن الحقيقة في التوبة التي لا عودة منها بعد ذلك هي أنك تنسى حلاوة المعصية،
بل تستبدل حلاوة المعصية بمرارتها. فإذا كرهت المعصية كراهية من الباطن تستطيع في هذه الحالة أن تقلع الإقلاع التام الذي لا عودة إليها بعد ذلك. وعلشان كده هو يريد أن يتكلم عن أصل الندم، فأصل الندم هو الاستشعار بالمرارة، والمرارة لا تكون موجودة مع وجود الحلاوة، لأن معظم المعاصي منشأها الشهوة، والشهوة منشأها تحصيل لذة عاجلة. فإن نسي الإنسان استشعاري بهذه اللذة العاجلة يبقى في هذه الحالة وصل إلى حد الندم الذي يؤدي إلى التوبة النصوح التي لا عودة بعدها. ولكن على أي حال مهما تبت وعدت فعليك أن تعود إلى الله، فإن الله لا يمل حتى تمل. وقال ذو النون: حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رحبت حتى لا يكون لك قرار، ثم تضيق عليك نفسك كما أخبر الله تعالى في كتابه بقوله: وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. أي تاب عليهم عندما ضاقت بهم أحوالهم، خوفا من الله، شوقا إلى الله، رغبة في العودة إلى الله، حتى أنه ضاقت به نفسه التي بين جنبه. في هذه الحالة يتوب الله أن يأذن لك بالتوبة. تاب عليهم، أذن لهم بالتوبة، لأن لا يحدث شيء في ملكه إلا بإذنه سبحانه وتعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فلو لم يأذن ما تلفظت أنت بالتوبة، وما استشعرت حقيقتها، وما استشعرت حلاوتها، وما حدث في قلبك الدافع إليه. فالدافع الذي يخلقه الله في قلبك هو معنى تاب عليهم أولا، فتتوب بعد ذلك. وقال ابن عطاء: التوبة توبتان، توبة الإنابة وتوبة الاستجابة. قلنا أن العلماء لهم ملامح في المعاني الكلمات تتفاوت باختلاف مشرب كل ولي من الأولياء. فقلنا أن الأولياء بعضهم ميز بين كلمة تاب وأناب وآب، وكلها بمعنى رجع. وبعض العلماء اعتبرها مرادفات، ولكن تختلف بتفاوت استشعار العبد بها. وسيدنا ابن عطاء الله ميز، كنا تكلمنا ذلك في الجلسة السابقة بتفصيل، اللي هي الفرق بين تاب وآب وأناب. لكن سيدنا ابن عطاء الله هنا يتكلم عن التوبة بطريقة أخرى. يقول: توبة الإنابة أن يتوب العبد خوفا من عقوبته، وتوبة الاستجابة أن يتوب حياء من كرمه. كأنه عرف توبة الإنابة بالإنابة، توبة الإنابة بالتوبة عند غيره. فعند غيره قال: إن تاب خوفا من العقاب يسمى تائب، وإن تاب خوفا حياء من الله يسمى نابة، وإن تاب إجلالا إلى الله يسمى آبة. فالأوبة خوفا لإجلال الله عز وجل، يعني لذات الله حتى ولو لم يخلق جنة ولا نار، يسمى آبة. وأناب إن كان مستحي من الله، حياء من الله، وإن كان خائف عقوبة الله يسمى تاب. فهنا عرف الإنابة بمعنى تاب عند غيره، ده سيدنا ابن عطاء. فتوبة الإنابة أن يتوب العبد خوفا من عقوبته، وتوبة الاستجابة أن يتوب حياء من كرمه، اللي هي بمعنى أناب عند غيره، فسماها استجابة. يبقى ميز بين الإنابة والاستجابة، فعنده الإنابة هي التوبة عند غيره، وعنده الاستجابة ده تقسيم جديد أضافه مكان الإنابة عند غيره. فعلى هذا لا اختلاف بينهم، لأن لا مشح في الاصطلاح، كل ولي له أن يصطلح ما شاء، لأنها كلها أمور معنوية. كل إنسان بيصف ما دار في قلبه حال لجوئه إلى ربه. وقيل لأبي حفص: لما يبغض التائب الدنيا؟ قال: لأنها دار باشر فيها الذنوب. فقيل له: فهي أيضا دار أكرمه الله فيها بالتوبة. فقال: إنه من الذنب على يقين، ومن قبول توبتي على خطر. لأن أنت متيقن من فعل ذنبك، لكن هل متأكد من قبول توبتك؟
فأنت في قبول التوبة على خطر، ولكن من الذنب على يقين، ولذا يخاف من الدنيا، فإذا خاف منها كرهها. وقال الواسطي: طرب داود عليه السلام وما هو فيه من حلاوة الطاعة أوقعه في أنفاس متصاعدة، وهو في الحالة الثانية أتم منه في وقت ما ستر عليه من أمره. سيدنا داود، يعني معنى الكلام اللي بيقال هنا طرب داود عليه السلام، يعني أخذه حال من الأنس والفرح لكمال توفيق الله له في طاعته وفي عبادته من حلاوة الطاعة، لأن الطاعة لها حلاوة، والرسول قال إن الإيمان له حلاوة صلى الله عليه وسلم، حتى ألزق حلاوة الإيمان، فدل على أن الإيمان نفسه له حلاوة، وكذلك الطاعة لها حلاوة. فإذا ذاق الإنسان حلاوة الطاعة يطرب ويأنس. فلما لقى نفسه أن هو انشغل بحلاوة الطاعة عن من يطيعه، فكأنه صار لجلب حظ نفسه، فأورثه هذا أنفاس متصاعدة حزن شديد، بعدما كان في طرب شديد أفاق أنه يفعل ذلك لشهوة نفسه، لأن الطاعة لها حلاوة عنده، وعليه ألا يستشعر حلاوتها فيفعلها لحلاوتها، بل يفعلها لله، لأن لو فعلها لحلاوتها كأنه يفعلها لنفسه، لأجل نفسه. ولذا أوقعه في أنفاس متصاعدة، وهو في الحالة الثانية حال حزنه أتم منه في وقت ما ستر عليه من أمره، لأن لما حزن على ما فات استشعر وخرج من حال نفسه ومراد نفسه إلى مراد ربه، فيكون الإنسان في هذه. وعلشان كده يقول مثلا في البصيري في البردة مبينا هذا المعنى: وراعها، يعني راعي نفسك، وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. يعني وراعها وهي في الأعمال، أي في الطاعات، ترعى نفسك، كأن النفس هي حيوان يرعى في المراعي اللي هي الطاعة، فإن استحلت الطاعة فلا تسمي، دور على طاعة تانية شديدة عليه غير الطاعة اللي حبتها هي، تدور على طاعة تانية شديدة عليها علشان تخلص منها، وإلا هتقوى عليك وتصير بتعبد هواك مش بتعبد ربك. فإذا استحلت مثلا الذكر الجماعي يبقى افطم نفسك من الذكر الجماعي وخليها ذكر انفرادي، إذا استحلت الذكر الانفرادي أرغمها على الذكر الجماعي، إذا استحلت الذكر من صمت أرغمها على الذكر من جهر، وإذا استحلت الذكر مطلقا بكل وجوهه واستصعبت الصدقة فأرغمها بالصدقة والخروج من مالك، وإذا استحلت الصيام فأرغمها بقطع صيامها بالطعام والشراب، وإذا استحلت المنام فأرغمها بالقيام، وهكذا، لأن كل هذه الأشياء قد تكون طاعات بوجه، وقد تكون من وجه آخر استدراج دون أن تشعر. وعشان كده في أمور الطاعات التي فيها نوع اختيار، يعني لم يفرضها الشرع ولم يسنها النبي صلى الله عليه وسلم، كمطلق الذكر، كمطلق الصيام، كمطلق القيام، كمطلق قضاء حوائج العباد، كل هذه الأشياء أمور أطلقها الشرع ولم يحدد لها أوقات معلومة، أنت الذي تختار أوقاتها. فأعرض هذه الطاعات على قلبك، أيها أصعب على نفسك هو الذي يقربك إلى ربك، وأسهلها على نفسك هي الذي يبعدك عن ربك، يبقى عندك هذا الميزان. أدي معنى وراعها وهي في الأعمال سائمة، وإن هي استحلت المرعى فلا تسم. يعني إن أمرك أبوك أو أمرتك أمك بأمر وأنت مأمور بطاعتهما، وأنت تحب أن تصلي صلاة الضحى يوميا، فإذا ائتمرت بأمرهما ضاعت عليك صلاة الضحى ويثقل ذلك على نفسك، فاعلم أن طاعتهما واجبة شرعا وصلاة الضحى سنة، فإذا قدمت السنة على الواجب هذا دليل على انطماس البصيرة منك، فعليك أن تقدم الواجب على السنة.
وهكذا كل شيء تأتذنه على هذا. تريد أن تحج البيت، نسأل الله أن ييسر لنا حج البيت الحرام هذا العام وكل عام، وأنت قد حججت قبل ذلك، وأمك في هذه الأوقات مريضة تريدك أن تقض بجوارها، ولكن أنت تصمم أن تحج لأنك حصلت على التأشيرة أو شيء من هذا، لأن الحصول على التأشيرة في زماننا أصبح يعني كرامة يكاد يكون إلى يقرب إلى حد المعجزة، فنسأل الله أن ييسره لنا. فإذا عرضت الأمر على نفسك ووجدت أن شهوتك إلى أن تسافر إلى الحج أقوى دافعا لك من الجلوس بجوار أبيك وهو مريض أو أمك وهي مريضة، فاعلم أن هذه شهوة نفسك وأنك تحج لنفسك لا لله، فافطمها وعد واديني التأشير أنا. ربنا يسهل. وهكذا يعني إيه المقاييس كلها تزنها بهذه الطريقة عشان تكون على بصيرة. كل هذه سبيلي، شوف أدعو إلى الله على إيه؟ على بصيرة. البصيرة دي فهمناها هي النبي صلى الله عليه وسلم، يجيئه أحد الناس عظني يا رسول الله يقول له لا تغضب، والتاني يقول له اذهب إلى السوق، والتاني يقول لا تسأل الناس شيئا. يبقى كل إنسان يذكر له دواءه دواءه، فكل إنسان له داء وكل داء له دواء إلا الهرم والموت، فالحمد لله الذي خلق لكل داء دواء. وقال بعضهم توبة الكذابين على أطراف ألسنتهم، يعني قول أستغفر الله زينا كلنا كده، يعني لا أستغفر الله يعني زينا على الأقل بلاش كلنا. أستغفر الله تلاقيها على اللسان سهلة سهلة، بس فين المقتضى؟ مقتضى بقى أستغفر الله في قلبك. تستغفر من إيه؟ ممكن يكون بيستغفر الله ويقصد الله هنا نفسه، صدق بقى يقصد نفسه لانه يريد الشهرة، يريد انه هو يبقى له منصب امام الناس بذكره بمقاماته بتخصيصه، يحب ان يرى مخصصا، يحب ان يرى مكرما، يحب أن يرى على يديه الكرامات، كأنه يريد أن يشتهر. فإذا قال أستغفر الله كأنه يعبد هواه، فعلشان كده الواحد لازم يعرف هو بيستغفر مين وبيستغفر مين لمين وبيستغفر من إيه عشان يكون على بصيرة، وإلا على اللسان فهي سهلة، لكن في قلبك بقى اقعد بينك وبين نفسك كده وانت بتقول استغفر الله، اسال انت بتستغفر من ايه يا اونطجي؟ قلتها مئات المرات، بتستغفر من ايه؟ بس هي دي النقطه، لان استغفارنا يحتاج الى استغفار، كما قالت ستنا رابعه العدوي استغفاركم يحتاج الى استغفار. نسال الله سبحانه وتعالى ان يلهمنا الحقائق. وسئل ابو حفص عن التوبه فقال ليس للعبد في التوبه شيء، لان التوبه اليه لا منه. هو بينظر للايه؟ للقسمة الأولى، للقسمة الأولى، أن الله سبحانه وتعالى قسم الأرزاق والتوبة من الأرزاق، فهي التوبة إليك من الله لا منك إليه، دي القسمة الأولى، فهي إليك منه خلقا وإيجادا وقسمة ورزقا وعلى لسانك اكتسابا، ومن فضل الله أنه يخلق الشيء وينسبه إليك، ودي من رحمة الله بنا. وقيل أوحى الله سبحانه إلى آدم يا آدم ورثت ذريتك التعب والنصب، بخروجهم من الجنة يعني، وورثتهم التوبة، من دعاني منهم بدعوتك لبيته كتلبيتك يا آدم، أحشر التائبين من القبور مستبشرين ضاحكين ودعاؤهم مستجاب. يبقى خروج سيدنا آدم من الجنة كان تعرف آخر لله عز وجل، فهو لم يعرف الله المعرفة الكاملة قبل خروجه من الجنة، لأن عرف الله بالجمال ولم يعرفه بالجلال، فلما أكل من الشجرة عرف الجلال فكمل معرفته بالله، فلما عرف الجلال والجمال
تاب إلى رب الجلال مما فعله حال الجمال من التقصير، فدخل من باب آخر وعلم أنه تواب، فلو لم يأكل من الشجرة ما شعر بالجلال، وما دخل من باب التوبة الذي حرم منه الملائكة، فالملائكة حرمت من باب التوبة. ولذا الإنسان في صورة الإنسان الكامل المحمدي أكمل من الملائكة، لأن الملائكة لم يعرفوا إلا العصمة، فلم يذوقوا ذل المعصية وحلاوة التوبة، ولكن الإنسان كملت فيه كل المعارف. ولذا إن الله خلق آدم على صورته لأن تجلت فيه كل الصفات والأسماء، أما في الملائكة فلم تتجلى فيهم إلا الصفات الباطنة الجميلة، ولكن وفي الشياطين تجلت فيهم الصفات الباطنة الجلالية القهرية، ولكن ابن آدم تجلت فيه كلها، ولذا أسجد لهم الملائكة لكمال الاتصاف بمقتضيات أسماء الله عز وجل الكاملة. أدي معنى على صورتي، أي صورتي الكاملة، وليست الصورة بمعنى الحد، فالله لا يحد، ولكن الصورة بمعنى مقتضيات الأسماء والصفات، لا بمعنى الحد الذي هو جسم، لأن الله يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. وقال رجل لرابعة: إني أكثرت من الذنوب والمعاصي، فلو تبت هل يتوب علي؟ فقالت: لا، بل لو تاب عليك تبت. هي بتفوقه، لأن أنت حتى لو تبت، التائب هو الله سبحانه وتعالى الذي ألهمك، هو الذي خلق التوبة على لسانك، فلا تنسب الفضل لنفسك بل انسبه لربك. ادي المعنى، مش تقول انا تبت، ده انت تقول: يا رب انت وفقتني للتوبة، انت الذي اقدرتني على التوبة، فكما اقدرتني عليها اقبلها مني. لكن مش تقول انا تبت، انت بتعرف تعمل حاجة؟ امال منين بقى بتقول لا حول ولا قوة الا بالله؟ انت بتقول لا حول ولا قوة الا بالله، وبعد شوية تقول انا تبت، ده انت يعني كذاب، بعد لحظة تبقى كذاب. ما هو لا حول ولا قوة الا بك، والتوبة تحتاج قوة، يبقى من الله، يبقى منه اليه. ادي المعنى، فتنسب الفضل لاهله، والا تبقى يسموه ايه؟ يسموه كذاب، يسموه كذاب. طب واللي ياخد الفضل من اهله يسموه حرامي، يسموه حرام. فشوف بقى البني ادم، شوف مع الله، وبالرغم من هذا يتجاوز عنه سبحانه وتعالى. حتى لو قلت: يا رب انا تبت اليك فتوب علي، تب عليك برضه، مع انك انت في بدايتك او انتجل، لكن ربك سبحانه وتعالى رحمته بيك واسع. فهمت المعنى؟ لانه لا يؤاخذك الا بإدراكك، وعلى قدر إدراكك هو يعفو عن كثير، لكن كل ما تدرك تلاقي نفسك أن فوق إدراكك إدراك أعلى، وفوق هذا الإدراك الأعلى أعلى منه، وهكذا. ويأخذ بيدك إليه بلطف، ويدرجك ويعلمك هذه المعاني، حتى أنك بعد فترة تستغفر مما كنت تتباهى به. فهمت؟ ليه؟ لأن إدراكك زاد، إدراكك بالله زاد، فاللي كنت تستشعره أنه كان من الطاعات الوقت بتتوب إلى الله منه، وتبقى خايف أنك أنت تجده في صحيفتك، بعدما كنت فاكر أنه حيزين صحيفتك تستشعر أنه هو حيلطق صحيفتك. ليه؟ لكمال إدراكك أنك كنت في غفلة عما أنت فيه الآن من تجلي المعارف، وهكذا. واعلم أن الله تعالى قال: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. احنا عارفين ان الله اذا احب عبد لا يعذبه ابدا، خلاص بقى يبقى في امان. فطالما الله يحب التوابين يبقى لا يعذبهم، خلاص. ويحب المتطهرين، او المتطهرين مش مسألة النجاسة الحسية بس، النجاسات المعنوية اشد. النجاسة الحسية دواها شوية مية، ولو كانت مغلظة شوية مية وتراب وتحل المشكلة، لكن النجاسة المعنوية اشد. كيف تتخلص من الحسد، من الحقد، من الشهوة، من الحرص، لأن الحرص والحسد ده أخطر حاجة. لما سيدنا إبليس، لما سيدنا نوح كلمه سيدنا إبليس، إبليس كلم سيدنا نوح بيقول له إيه؟ بيقول له: إني أخرج ابن آدم
من كل خير الى النار بخصله بس، يعني سلاحه سهل اختصر كده خصلتي. قال ما هما؟ قال الحسد والحرص بس، كل ورا الحسد والحرص كل الخصال السيئه بعد ذلك. فقال فبالحسد خرجت من رحمه الله وبالحرص اخرجت ادم من الجنه. فهمت؟ فهي ورا كل مصيبه. طب اتخلص من الحسد بقى، شويه بول وقعوا على ثوبك سهله تتخلص منه تطهر. طب اخلص من الحسد اللي في قلبك، عايز بقى رياضه، عايزه رياضه وعايزه جهاد وعايزه مجاهده. طب اخلص من الحرص على الاشياء، لان الحرص على الشيء معناه عدم الرضا بما اقامك الله فيه وعدم التسليم وعدم التوكل، يعني يقتضي اشياء كثيره. طب اخلص من الحرص، والحرص يقتضي طول الامل، وطول الامل يقتضي التسويف، والتسويف يقتضي عدم التوبه. فتجد ان الحرص ورا كل مصيبه، والحسد اصله الكبر، اصل الحسد الكبر. لان انت بتحسد ليه؟ انك انت تريد ان تتميز فوجدت من هو مميز عليك، وانت تريد ان تتميز على كل الخلق، فلما وجدت هناك من تميز عليك فحسدته على ما هو فيه، إرادة أن تكون على ما هو عليه وأن يزول مما هو فيه. فمصدره أصلا الكبر، فالحسد الحسد أصلا مصدره الكبر. الكبر مغموس بعدم الرضا، الكبر مغموس بعدم التوكل، الكبر مغموس بعدم القناعة بما أقامك الله فيه. كل ده ينفعل مع بعضه ويطلع مادة جديدة اسمها الحسد من القلب. فالحسد ده مش عيب واحد، ده معناه نجاسات كثيرة مختلطة تولدت منها هذا الحسد. فهمت المسألة؟ وعلشان كده يحب المتطهرين، ذروا ظاهر الإثم وباطنه. الفقهاء تكلموا على ظاهر الايه؟ النجاسة، اللي هي النجاسة الحكمية والعينية. طيب، وعلماء التصوف تكلموا على النجاسة المعنوية التي في القلوب. ولذا الإنسان المسلم يحتاج إلى علم التصوف لتهذيب نفسه والتخلص من النجاسات المعنوية، ويحتاج إلى علم الفقه لصلاح عبادته. ومن رحمة الله أن الطريق ممهد لكل إنسان من الفقه أولا لسهولة التخلص من النجاسات الحسية، ولكن لم يشترط الله صحة الصلاة بنقاء القلب من النجاسات المعنوية، وإلا لما استطاع مسلم أن يصلي. ودي من رحمة ربك، لأنه فتح الباب، رحمته سبقت غضبه. لكن لا يقبل الصلاة وتبقى باطلة لو في نجاسة حسية، شوية بول على مكان الصلاة أو على ثوبك أو على بدنك يمنعك من صحة الصلاة. لكن قلبك مليان غل وحسد وحقد وإجرام، الصلاة صحيحة. شفت رحمة ربك؟ مع ان يعني شوية بول ايه المشكلة فيه؟ ده شوية مية كده على طول تشيله على طول ته. يبقى شفت بقى ان الدين يسر، شفت تيسير الدين ورحمة ربك بيك. لانه لو اشترط ان تكمل قبل ان تقابله ما قابلته ابدا، وما فتح لك اي باب ابدا. وعلشان كده اذا يسر لك تعرف نعم الله عليك بالشرع الشريف، وكيف ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالتيسير. ده كانت الأمم السابقة عشان يتوب يقتل نفسه، وكان علشان يتخلص من النجاسة الحسية يقرد ثوبه، بل يقرد جلده حتى يزيل النجاسة. فجاء الشرع الشريف بهذا التيسير إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأمة أكرمت بنبيه، لأن الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن أن النبي صلى الله عليه وسلم يضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، يضع عنهم ونسب الوضع له، والوضع هو الله، لبيان عظم الوسيلة ولبيان إكرامه بهذا صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن الله تعالى قال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فما تفهمهاش بقى بالمعنى السطحي، شوية بول وبراز وخلاص بقى، افهم بقى واكبر بقى، اكبر بقى. أنت كنت زمان في الحضانة، دلوقتي بقيت في ثانوي، شوية وهتبقى في الجامعة، وشوية وهتتخرج. فما تعبدش ربك بطريقة كي جي وان ولا بطريقة الروضة. تلاقي نفسك بتتوضى بالطريقة اللي علمتها لك الأبلة في الحضانة،
تفضل طول عمرك لحد ما تحل على المعاش بتتوضى بالطريقه اللي علمتها لك الابله في الحضانه وانت طفل. ما فكرتش انك انت تتعمق ازاي الوضوء وايه فلسفته وايه مراده وايه مقصوده. فلازم ترقي نفسك في تعليمك، كلما ارتقيت في الفهم زي ما بتحب كده في مهنتك اللي ربنا اقامك فيها، انك انت تعرف كل جديد وتعرف كل عميق متعلق بتخصصك الذي اقامك الله فيه في الدنيا، عليك كذلك ان تتعمق في الطريق الذي فرشاه الله لك، ولا تعبده بالسطحية التي كنت تعبده بها وأنت طفل صغير، فتفهم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين كما يفهم الطفل الصغير. فعليك أن تواجه نفسك قبل أن يواجهك الله بالحساب. شوف إيه النجاسات العالقة بثوبك الداخلي الباطني كما تهتم بمظهرك الخارجي. ومن قارف الزلة فهو من خطئه على يقين، فإذا تاب فإنه من القبول على شك، لا سيما إذا كان من شرطه وحقه أن يكون مستحقا لمحبة الحق. وإلى أن يبلغ العاصي محلا يجد في أوصافه أمارة محبة الله إياه مسافة بعيدة. يبقى أنت متيقن من زللك ومتيقن من معصيتك وتبت، ولكن غير متيقن من أن الله كتبك عنده من المحبوبين أصلا. فعليك ألا تأمن مكر الله وألا تركن حتى إلى توبتك، ولكن يكون الركون إلى الله عز وجل لا إلى عملك ولا إلى نفسك. والمسافة بين أن تتيقن قبول الله توبتك وأنك من المحبوبين مسافة بعيدة، لأنها فيها قطع مسافة النفس، ومسافة النفس لا تقطع بالخطى ولكن تقطع بالمجاهدات. فالواجب إذن على العبد إذا علم أنه ارتكب ما تجب منه التوبة دوام الانكسار. تفضل مكسوف لأن أنت مش عارف الباب هيتفتح ولا مش هيتفتح. مداومة الانكسار، مش خلاص تبت إلى الله خلاص انتهينا كأن ثوبه قلعته. لا، ده أنت تفضل كده بذل الانكسار إلى الله، ملازم للباب، ملازم قرع الابواب حتى تفتح لك الابواب. مش مستغني انت، مش تقول تبت وتروح. طب ما على ما تروح يكون الباب اتفتح، بس ما كنتش انت موجود، كنت قاعد على القهوه، كنت في النادي، كنت بتتفرج على الدش. لازم تفضل ملازم طاعه الله على باب مولاك، فاذا فتح في اي لحظه تدخل. انما انت بتطرق الباب وقبل ما يقولوا مين بتمشي. طب ما هيفتحوا مش هيلاقوا حد. فلازم تلازم قرع الابواب مع دوام الانكسار. وملازمة التنصل والاستغفار، اي التخلص، التخلص مما انت فيه من صفات مذمومة ومن افعال غير مرضية ومن اقوال لا تليق بمقام الله ولا مقام رسله واوليائه ولا المسلمين، من حيث الغيبة والنميمة وغير ذلك. تتنصل من هذا وتستغفر مما فعلته. كما قالوا استشعار الوجل إلى الأجل، أدي معنى استشعار الوجل إلى الأجل، يعني استشعار الخوف من الله حتى الوفاة، هي دي بقى التوبة. التوبة كده. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. يبقى حال الطائع الوجل الخوف، وحال العاصي الرجاء. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. يبقى على خلاف حال العوام، الإنسان العامي اللي تفكيره سطحي في الأمور وهو مؤمن أيضا، متصور إن إن الرجاء يزداد كلما كنت في الطاعة، وأن الخوف يزداد كلما كنت في المعصية. يستشعر هذا الإنسان السطحي للأمور، ولكن الحقيقة لما تقعد تتصور الأمر كده على حقيقته تجد إن لو زاد الخوف في حال المعصية ما استغفر العبد، ولو زاد الرجاء في حال الطاعة يكون معتمدا على الطاعة مش معتمد على الله. فيبقى لو غلب الرجاء في حال الطاعة لا تكون طائعا
بل تكون ناظرا لنفسك معجبا فتضيع الطعام. وإن غلب عليك الرجاء الخوف في حال المعصية ما استشعرت حلاوة التوبة ولا استمرأت المعصية. ومن يقنط من رحمة الله ولا يقنط من رحمة الله إلا القوم إيه؟ والقوم الكافرون. وفي الخاسرون: لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهكذا. فالإنسان لازم ياخد باله إنه يرقي المعنى بقى بعد ما كان هو زمان وهو في ابتدائي وهو طفل صغير وهو صبي، كان أما يجي يروح الامتحان يقول يا رب يا رب ويصلي ركعتين ويصحى يصلي الفجر في الجامع علشان ربنا يسهل له في الامتحان، يعني يزود الطاعة عشان يزداد رجاؤه. وبعدين لما يجي الأجازة خلاص يبقى يصلي في البيت ويضيع الصلوات ويصليها كلها بالليل على ما يرجع من النادي، ويبطل قراية القرآن اللي كان مواظب عليه كل يوم أيام الامتحانات، ويبطل الصدقات قبل ما يدخل اللجنة، والحاجات اللي بيعملها دي كلها يبطلها. ليه؟ لأنه لما حاجته ما بقتش ملحة ايه ناسي الكلام ده. ما هو حلو برضه، ده دليل انه هو عايز يقرب لربه، ما ده حلو برضه. الحاجات اللي دي كلها برضه حلوة، لانه هو يجي وقت الامتحان يزود الدعاء، يجي وقت الامتحانات وقت الامراض يزود التقرب الى الله، دي حاجة مطلوبة. لكنه اللي مش مطلوب ان بعد ما ربنا يقضي لك حاجتك انك انت تعرض، هو ده اللي مش مطلوب. ليه؟ لان اعراضك بعد قضاء حاجتك دل على اعتمادك على عملك، فيبقى مش من الادب. فهمت ازاي؟ ليه؟ ودل ايضا على انك غير مفتقر الى الله الافتقار الكافي، كانك اذا قضيت لك هذه الحاجه استغنيت عن الله، وانت لا تستغني عن الله لحظه في الحقيقه ولا طرفه عين، فيبقى دليل الغفله. فيبقى اليقظه بتقتضي ان الانسان في حال فعله الطاعه يكون خائف، وفي حال فعل المعصيه يكون راجي. يبقى في الحاله دي يدل على عدم اعتمادي على العمل بل اعتمادي على فضل مولاه. وعلشان كده قال في الحكم: من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. من علامة الاعتماد على العمل قلة الرجاء عند وجود الزلل. لما تلاقي نفسك كده وانت كنت متلبس بالمعاصي وبعدين حصلت لك أزمة كبيرة ومكسوف تقول يا رب ورجائك أقل، اعرف انك انت بقى وانطقي كنت معتمد على عملك. لكن لما تبقى صايم وساعة الفطر بتدعي كده، تبقى بتدعي بقلب جامد صايم لك اهو يا رب طول النهار وجعان وبدع اهو يا رب، يعني انت بقى ايه، يعني كأنك انت بتنظر لعملك. لا، ده انت بقى وانت في عز المعصية لما املك في الله ورجائك يكون ازيد منك وانت في حال اعلى الطاعة، هنا اكبر دليل انك انت بتنظر لكرم مولاك عليك لا لعملك الذي تقدمه إليه. فهمت المعنى بقى؟ مش معنى كده احتقار للعمل، لا، معناه عدم الالتفات للعمل، لأن يجب على العبد ان هو يعمل العمل غير ملتفت إليه بل ملتفت إلى فضل مولاه. لكن في ناس تفهم الكلام ده انه خلاص يترك العمل. لا، ما حدش قال كده، محدش قال انك انت تترك العمل لكن لا تلتفت اليه، لانك اذا التفت اليه اعجبت به، والمعجب بعمله يحبطه. وملازمة التنصل والاستغفار كما قالوا استشعار الوجل الى الاجل. وقال عز وجل: عز من قائل، عز من قائل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. يا سلام، ما احنا قلنا لو ربك احبك لا يعذبك ابدا، بل لو ربك احبك وحطك في النار النار تتحول جنه، جنه بيك لان ربك بيحبك. تصور بقى، وعشان كده عمره ما هيدخلك النار لانه مش عايز يخلي النار جنه على اهلها، يعني هو عايز يخليها نار على اهلها. فيبقى المحبوب ده ابعد ما يكون عن النار، لانه لو دخل النار هيخليها جنه، هتعمل بتبقى مات، اهل النار يمسكوا فيه يقولوا اوعى تطلع. لكن ربك سبحانه وتعالى مش هينولهم حتى ان هم يعني يعيشوا اهل الجنه، يشوفوهم من بعيد بس عشان يتحسروا. يبقى بيعاقبوا عقاب حسي ومعنوي. لكن شوف ربك سبحانه وتعالى بيقول ايه: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتبعوا مين؟ النبي.
يحببكم الله، لأن النبي هو أهل المحبة كلها، هو أحب الخلق إلى الله هو النبي صلى الله عليه وسلم. فاللي يمشي وراء المحبوب يبقى محبوب، مش كده برضو؟ اللي يمشي وراء المحبوب محبوب. فأنت عايز تمشي وراء رسول الله هيحبك ربك، ولا طريق للوصول إلى محبة الله إلا خلف النبي، لأن خلف النبي خلفه جميع الأنبياء، فده طريق الأنبياء، صراط واحد مستقيم، دين واحد. نحن معاشر الأنبياء إخوة علات، أمهاتنا شتى وأبونا واحد، يعني ديننا واحد. فالأب هنا بمعنى الدين، والأمهات هنا بمعنى الشرائع. يبقى هي الحكاية كلها، كل الخلق ماشيين، الناجين أهل المحبة كلهم حول النبي وخلف النبي صلى الله عليه وسلم، هو إمام المحبوبين والمحبين. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تتبعوا يعني تتبعوا في ظاهر سنته أم في أخلاقه وسلوكه؟ في ظاهر سنته وسلوكه وأخلاقه، عشان يبقى الاتباع كامل، اتباع في الظاهر والباطن، وإلا اتباع في الظاهر بس ما ينفعش، واتباع في الباطن مع التقصير في الظاهر برضو لا يكفي في الغالب. ولكن لو خيرت بين أيهما فاتباع الباطن أعلى، لأن عبادة القلوب الذرة منها تعادل الجبال من عبادة الجوارح. فالمنافقين اتبعوا النبي في الظاهر وكانوا يصلون خلفه بل يقاتلون معه ولم ينتفعوا بذلك من شيء. وهناك من الصحابة من اتبعوا النبي في الباطن محبة وقصروا في الظاهر، كمن أقيم عليه حد الزنا وحد الجلد في الخمر وغير ذلك ودخلوا الجنة. فاتباع الباطن للنبي أقوى إن خيرت، والأكمل أن تتبعه ظاهرا وباطنا، هو ده المعنى. وكان من سنته صلى الله عليه وآله وسلم دوام الاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم المعصوم يستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. وكان بعض الصحابة يقول لك أعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول رب اغفر لي وتب علي أكثر من 100 مرة. يعني يقعد جنب النبي يلاقي النبي يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، يكررها ويقعد الصحابي عدها. شوف النبي حولها كم مرة، يقول أكثر من 100 مرة في المجلس الواحد. النبي يقول كده وانت ما بتقولهاش، مستبع يعني؟ ما قال لك اتبعه زي ما قالها وهو معصوم، قولها انت وانت عاصي. يعني النبي قالها وهو معصوم، فما بالك انت وانت محتاجا لها. وكان من سنته صلى الله عليه وسلم دوام الاستغفار، وقال صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم 70 مرة. وقلنا أن الغين هنا ليس هو غين أغيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عن هذا، ولكنه غير أنوار الترقي. فالنبي صلى الله عليه وسلم في دوام الترقي، في دوام الترقي، فكلما ارتقى وتجلى له مقام فوق المقام الذي كان فيه استغفر الله من رؤية التقصير في التفاوت بين مقامات التجليات، لأن الله سبحانه وتعالى تجلياته لا تنتهي. أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله للضعف البشري في مقام التجلي حتى يستعين بالله في تحمل التجلي، لأن التجليات قد تكون فوق المقامات البشرية وفوق الضعف البشري الذي حصر الحقيقة المحمدية في السورة، الحقيقة الأحمدية في السورة المحمدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم له حقيقة قبل أن يظهر في صورته البشرية. فلا شك أن صورته البشرية كانت تورث بعض الضعف البشري الذي كان صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه أنه كان يعاني من الوحي معاناة شديدة، حتى أنه كان يفصم عنه وقد تفصل جبينه عرقا في اليوم شديد البرد أو الليلة شديدة البرد، كان يعاني. هذا المعاناة منشأها الضعف البشري وليس منشأها الروحانية المحمدية، فالروحانية المحمدية تستطيع أن تتحمل هذا بتقوية الله له، لأنه هو أصلا النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقته كان مستغرقا في جلال ربه. ولذا لما احتاج
في الإسراء والمعراج في رحلته الأرضية احتاج لدليل، وفي رحلته السماوية احتاج لدليل، فلما اخترق الأكوان وصار في لا أكوان لم يحتاج لدليل. قال أنت إن تقدمت اخترقت، وأنا إن تقدمت احترقت، لأنه عاد إلى موطنه الأصل فلا يحتاج لدليل صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن محصورا في بشريته يستشعر الضعف حال التجليات فيستغفر لهذا الضعف صلى الله عليه وسلم. ولكن لا تستشعر ولا تفهم ان استغفار النبي من نوع تقصير، لا، ولكن هو استغفار من نعت اجلال الله، اجلال الله، لانه كلما ازداد علما بالله كلما استشعر نقص نفسه فاستغفر لهذا الفارق صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت أبا عبد الله الصوفي يقول، سمعت الحسين بن علي يقول، سمعت محمد بن أحمد يقول، سمعت عبد الله بن سهل يقول، سمعت يحيى بن معاذ يقول: زل واحدة بعد التوبة أقبح من 70 قبله. طبعا بعد ما ربك يذيقك حلاوة التوبة، يعرفك طريقه ويوقظك ويوعظك ويفهمك، ثم تتوب، وبعد كده تيجي تزل تاني، فزلة العالم أشد من زلة الجاهل، وعلشان كده لما تزل بعد علم أشد من زلتك قبل العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. سمعت محمد بن الحسين يقول، سمعت أبا عبد الله الرازي يقول، سمعت أبا عثمان يقول في قوله عز وجل: إن إلينا إيابهم، قال رجوعهم، يعني توبتهم، إن إلينا إيابهم وإن تمادى بهم الجولان في المخالفات، ولكن عليك أن تفر إلى الله في كل لحظة من نفسك إلى الله. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت أبا عمرو الأنماطي يقول: ركب علي بن عيسى الوزير في موكب عظيم، فجعل الغرباء يقولون: من هذا من هذا؟ فقالت امرأة قائمة على الطريق: إلى متى تقولون من هذا؟ هذا عبد سقط من عين الله، فابتلاه الله بما ترون، يعني بإيه؟ بالوزارة والرياسة والرياشة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هذه المرأة فهمت، فلما لقيت الناس كلها منبهرين بي، فقالت لهم: هذا عبد سقط من عين الله فابتلاه الله بما ترون. وهذا المعنى منها على سبيل الوعظ وعلى سبيل التغليظ في الوعظ له، وليس على سبيل الإخبار، لأن هذا الإخبار يحتاج إلى وحي، ولكنه على سبيل التغليظ، لأنه ممكن تعترض تقول: هو عرفت منين؟ هو بالوحي يعني عرفت أنه سقط من عين الله؟ ما يمكن هو في الإمارة كده برضو ربنا، مش ممكن تعترض عليها؟ فما تعترضش على الأولياء، لأن هذه المرأة كانت من الأولياء، لأن الأولياء يتكلمون بلسان الحق فلا تعترض. فهم لا يقولون وحيا، ولكن يقولون إلهاما، لعل هذا الكلام يكون بمثابة صوت يقع على جسم نفسه فتستشعر الخوف فتعود، وليس على سبيل الوحي والإخبار. فهمت ازاي؟ ما تقولش ازاي تقول كده، ما يليقش، هتعلمهم. اولا هي ما قالتش كده، ده هو ربك سبحانه وتعالى ألهمها انها تقول كده قهرا، لأنه أراد أن يفتح له باب العظة، فطلعت من لسانها قهرا. فهمت؟ فسامع علي بن عيسى كلمة الست اللي بتقول الكلام ده وهو قاعد في الموكب بتاعه، فرجع إلى منزله واستغنى عن الوزارة وذهب إلى مكة وجاور بها. يبقى دي الكلام بتاعها ده كان له وقع السحر، كأنه كان معها مفتاح قلبه الذي كان مغلقا ففتحته بهذه الكلمة. باب المجاهدة.
المجاهدة اللي هي معناها جهاد النفس مش جهاد العدو، لأن جهاد العدو اسمه الجهاد، تلاقي باب الجهاد والغزو، إنما مجاهدة النفس اسمه باب المجاهدة، ما اسموش باب الجهاد. الجهاد ما فيهوش كلمة المجاهدة اللي هي فيها ايه الملاقاة المستمرة، لأن الجهاد فترة وتعدي، الناس ما بتحاربش كل يوم، لكن المجاهدة فيها اللقاء المستمر، كأنك تنازل نفسك ليل نهار، أنت في نزال بينك وبين نفسك ليل نهار، لكن مع عدوك لحظة من نهار. فهمت المسألة؟ وعلى شكل مجاهدة النفس أشد، لأنك أنت تصور أنت نايم في حضن عدوك، حتى وقت نومك واخده في حضنك. الله، ده شغلنا يعني، انت حتى في الحرب اديك انت في معسكر وفي معسكر بيحل عني شوية، الا دي لابد فيك داخلة في لحمك ودمك وانت مش عارف تخلص منه. فالعمل المسألة عايزة جهاد شديد، وعلشان كده رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر. وتسمى ايضا المجاهدة عندهم بمعنى رياضة النفس، يعني ترويض النفس، تطلق المجاهدة بمعنى ترويض النفس أي رياضتها، وتطلق بمعنى جهاد النفس، وتطلق بمعنى تهذيب النفس، وبمعنى التخلق بالأخلاق الحميدة والتخلص من إيه عن الأخلاق الذميمة. كل ده معنى واحد لكلمة واحدة يلخصوها كلهم علماء التصوف، لك المجاهدة. قال الله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. يبقى اللي يجاهدوا في الله دول محسنين، واللي بيجاهدوا في سبيل الله دول مؤمنين، مش كده برضو؟ يبقى مقام الإحسان ده عايز جهاد في الله، ومقام الإيمان والإسلام يحتاج جهاد في سبيل الله. ولا شك أن مقام الإحسان تكملة لمقامات الدين، فالدين هو إسلام وإيمان وإحسان، فمن لم يكمل دينه لا يكمل إلا بإحسانه بعد إيمانه، ولا يكمل إيمانه إلا بإسلامه، ولا يكمل إسلامه إلا بإيمانه، فيحتاج كله. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يقول لك الناس هي الطرق الصوفية كتيرة كده ليه؟ مش ده تفريق؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، يعني الجماعة اللي مش فاهمة يقول لك مفرقين، طب ما ربنا بيقول سبلنا اهو، يعني طرقنا، يبقى طرق كتيره اهي، يبقى الطرق الموصله ده طرق عديده، طرق عديده اي سبل، طرق في تهذيب النفوس، في تربيه النفوس، وكلها مستمده من الشرع الشريف. فالشرع واحد لكن دل الناس على طرق عديده لكثره امراض الناس والاختلاف مشارب الناس، فلا بد ان تتعدد الادويه لتعدد الامراض، وتتعدد الطرق الموصله الى الله لتعدد مشارب الناس، وكلها صراط مستقيم واحد، يعني الاوامر والواجبات الشرعيه ومعالم الدين واحده لا تتغير، لكن اساليب تنفيذ هذه المعالم هي التي قد تتغير، وتتغير باختلاف امراض الناس، وباختلاف ادراك الناس، وباختلاف مشارب الناس. فعدد الله هذه الطرق تيسيرا لعباده حتى تكون الطرق كثيرة والكل موصل إلى الله. وربك قال: إن الذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال سبيلنا عشان تفهم إن الطرق الصوفية مش تفريق، ده تيسير، تيسير من الله، لأن الطريقة والأسلوب الذي قد يوصلك إلى الله يناسبك اسلوب معين ويناسب غيرك اسلوب معين تاني. فاذا جعلنا هو اسلوب واحد، احنا مش طبعات كربون، ده قد يكون الاسرة الواحدة في واحد يصل الى الله بطريقة، والتاني يصل الى الله بطريقة تانية، لان دي تناسب طبع وده تناسب طبع، تتفاوت الطباع، وربك سبحانه وتعالى يريد ان يأخذ بيدك اليه مع تفاوت طباع البشر جميعا، يريد ان يوصل البشر اليه كلهم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. معية الله هنا لمع المحسنين، معية نصرة
معية توفيق، معية تجلي وتحلي، معية قبول. أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد الأهوازي قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار، قال الصفار يعني النحاس، بيبيع نحاس يعني، قال أخبرنا العباس بن الفضل الإسقاطي قال أخبرنا ابن كاسب قال أخبرنا ابن عيينة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أفضل الجهاد فقال كلمة عدل عند سلطان جائر، والرواية المشهورة كلمة حق، والمعنى قريب، كلمة عدل عند سلطان جائر، فدمعت عينا أبي سعيد لما روى الحديث ده، لأنه كان ساعتها عبد الملك بن مروان كان ماسك المدينة، أمير في المدينة، وكان بيخالف السنة في أمور كثيرة. فكان سيدنا سعيد يعني لما يروي هذا الحديث يفتكر الحال اللي هم فيه فتدمع عينه، ويستشعر أنه هو مقصر في إيه، في أنه هو لم ينصحه النصيحة الكافية، في حين أنه هو نصحه كثيرا. يعني في حديث البخاري لما طلع عبد الملك بن مروان علشان يخطب العيد قبل صلاة العيد، فراح مسك إيده وهو صاعد على المنبر وقال له أن السنة أن نصلي أولا والخطبة بعدها، فقال لقد ترك ما هنالك، قال والله ما هنالك أفضل مما نحن فيه، ثم تركه وجلس. وفي رواية في موقف تاني في عيد آخر سيدنا أبو سعيد شاف واحد قام عمل معاه كده، يعني هو في أحد الأعياد هو عمل بنفسه لكن ما سمعش برضه كلام. في العيد اللي بعده واحد تاني قام عمل نفس القصة فقال أما هذا فقد أدى ما عليه، اللي هو في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مش كده؟ فكان سيدنا أبو سعيد لما يروي هذا الحديث تدمع عيناه لهذا السبب. وكلمة الحق عند السلطان الجائر معناها إنك أنت بتتجشم الضرر الظاهر الذي يأتيك على يد هذا السلطان الجائر من أجل الله، والنفس بطبيعتها لا تستطيع مواجهة هذا الضرر، فدل على أن الذي يواجه السلطان الجائر نفسه تكاد تكون ماتت لارتقاء نفسه، فلا تستطيع هذا إلا بتهذيب نفسك. يبقى لا تستطيع أن تصل إلى درجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند السلطان الجائر إلا بمجاهدة نفسك. وعشان كده جابوا هنا في باب المجاهدة، كأن ثمرة المجاهدة هي قول الحق، ثمرة المجاهدة هي قول الحق، والذي يمنعك عن قول الحق هي رؤيتك لمصالح نفسك العاجلة. سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق رحمه الله يقول من زين ظاهره بالمجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. يبقى المجاهدة منك والهداية من الله. الله سبحانه وتعالى يريد أن يرى منك بادرة الخير، فإذا تقربت إليه، إذا جئته تخطو جاءك هرولة، ومن تقرب إلي شبر تقربت منه باعا، وهكذا. واعلم أن من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذه الطريقة شمة. ما تقعدش بقى تقرا الكلام ده وتقول يا سلام احنا يعني ما بنفهمش الكلام بتاعهم ده يعني وبقالنا كتير، لأنك انت لم تجاهد نفسك، انت ماشي كده مع الناس وخلاص زي ما بتعمل بيعملوا، لكن ما بتتحاسبش نفسك. حاسب نفسك قبل أن تحاسب، فإذا جاهدت نفسك وحاسبت نفسك هتبتدي تستشعر حلاوة المعاني اللي انت بتقراها عن هؤلاء الصالحين. سمعت الشيخ أبا عبد الرحمن السلمي يقول سمعت أبا عثمان المغربي يقول من ظن أن يفتح له شيء من هذه الطريقة أو يكشف له عن شيء منها إلا بلزوم المجاهدة فهو في غلط. يعني قاعد فاكر ان هينزل عليه الولاية فجأة، ما تنفع، ما هو لو نزلت عليك فجأة هتبقى مجذوب ولا يقتدى بك. قد تنزل فجأة على بعض الناس لكن ليست هي القاعدة. القاعدة انك انت بتسلك الطريق، زي ما بتقول كده انا عندي ارض
مين اللي بينبت الزرع؟ ربك. لكن انت بتروح تخرج تحرس الارض وتتعب وتسقيها وتجيب الفسائل وتزرع وتسمد وتوليها وتراعيها من الافات وتعمل حراسه علشان كمان ما يجيش الدواب ترعى فيها لحد ما ينبت شجرها، وبعدين بعد كده تلتقط ثمارها. طب اشمعنى في امور الدنيا بتعمل كده وتجاهد علشان تاخد ثمار الدنيا؟ كذلك في امور الاخره عليك ان تجاهد وتزرع الخير في نفسك حتى تحصد ثمرة ذلك من التجليات، فالمجاهدة مطلوبة. بغير او يكشف له عن شيء منها الا بلزوم المجاهدة، يعني بغير لزوم المجاهدة، فهو في غلط. سمعت الاستاذ ابا علي الدقاق رحمه الله يقول: من لم يكن له في بدايته قومه لم يكن له في نهايته جلسة. يعني اللي ما يجتهدش في بدايته مش هيستريح في الاخر، مش كده برضو؟ قومة يعني اجتهاد، همة في الطاعة والعبادة والمجاهدة. يعني في بدايتك لازم يكون همتك عالية في الطاعة والعبادة والمجاهدة في الاول، يوم ربك بعد كده سبحانه وتعالى بالتجليات التي يفهمك اياها يجي لك الراحة بقى والاطمئنان، بحيث انك تقوم بالعبادات بعد ذلك بغير كلفة كثير، تصبح التكليف يصبح كأنه تشريف. وسمعته أيضا يقول: قولهم الحركة بركة، حركات الظواهر توجب بركات السرائر. أي حركات الظواهر بالطاعة والمجاهدة في ذلك توجب بركات السرائر من التجليات والأنوار والمعارف والمشاهدات. سمعت محمد بن الحسين يقول: سمعت أحمد بن علي بن جعفر يقول: سمعت الحسين بن علوية يقول: قال أبو يزيد البسطامي: كنت 12 سنة حداد نفسي. يعني قاعد يجاهد نفسه زي ما واحد بيجاهد الحديد علشان يعمل منه حاجة مفيدة. 12 سنة بيزيق نفسه الأمرين في الجهاد، المجاهدة في الله، أدي معنى حداد نفسي. يعني يحرق الحديد ويصفيه مرة واثنين وثلاثة، وبعدين يتركه هو سخن، وبعدين بعد كده يلاقيه تاني لسه في شوائب يروح حرقه تاني ويتركه تاني. قعد 12 سنة يعمل كده مع نفسه، يعني يراقب نفسه ويجاهد نفسه مع الله بعنف. حداد نفسي يعني بعنف، يعني دليل انه كان عنده همة عالية. و5 سنين كنت مرآة قلبي. وبعد ال5 سنين دي ابتدى بقى يلين للطاعة ويلين للعبادة ويعملها، فابتدى ينظر لقلبه حال طاعته بعد ال12 سنة دي. انظر فيما بينهما فاذا في وسطي زنار ظاهر. لقى نفسه الزنار ده عبارة عن خيط كده كانوا بيفردوا على اهل الذمة زمان، يربطوه على وسطهم علشان اما يمشوا في الشارع. انت لحد دلوقتي بتلاقي بعض القساوسة رابطينه حبل كده على وسطهم، واخد بالك؟ ده اسمه الزنار، كانوا بيفردوه على اهل الذمه زمان علشان لما يمشوا في الاسواق الناس تبقى عارفاهم ان دول اهل ذمه، مش عشان يعاملوهم وحش، لا، علشان مثلا لو اقيمت الصلاه ولقيته في الشارع ما تسيئش الظن بالمسلمين. فهمت ازاي؟ علشان كمان لو كان بيبيع طعام ولا حاجه وفيها لحوم تتحقق ده خنزير ولا مش خنزير، لان هما بيبيعوا الخنزير مع بعضهم، مش كده برضه؟ فيبقى تبقى علامة في المعاملات، تبقى انت عارفه كده، مجرد معرفة مش من باب الاحتقار. حتى انهم لحد دلوقتي بيلبسوه من باب الزينة، يعني توارثوه بقوا يلبسوه من باب الزينة، واللي فرضوا عليهم المسلمين في الاول في العصر القديم. فهو بيقول على نفسه بقى انه بعد ما عامل نفسه بالمجاهدة سنين طويلة، وبعد كده ابتدى بقى يراقب نفسه بعد ما حس ان خلاص الامور رائت، فبص في مرآة قلبه وجد انه بيعمل وشايف الناس من اجل الناس، بقت طاعته بيحب يعملها والناس تطلع عليها، فاعتبر ان ده نوع زنار، يعني علامة من علامات الشرك، انه مش بيعمل لله، علامة من علامات الرياء. فهمت؟ فعملت في قطعه 12 سنة علشان يسقط من نظر الخلق ويسقط الخلق من نظري. فهمت؟ قعد فيها 12 سنة دي، ما انت اصلك لازم تخلص من هم الخلق وهم الرزق،
اول ولادة اول طلقة عشان تتولد من نفسك. ما انت اصل نفسك حاملة في روحك، روحك دي جوه بطن نفسك، فهمت ازاي؟ حامل فيها، مش هتتولد روحك من نفسك الا اول طلقة. عارف الطلق؟ يقولك طلق الولادة، تخلص من هم الخلق وهم الرزق، دي اول طلقة، وبعد كده تخلص من هم نفسك، فهمت ازاي؟ وبعد كده تتخلص من رؤيتك لإيه؟ لمقامات ربك التي وضعك فيها، فيبقى أملك في الله لا فيما منحك إياه، يبقى عايزة ثلاث طلقات، فهمت ازاي؟ ثلاث دفعات، ساعتها اتولدت، هي دي الحرية بقى، هي دي بقى الحرية. فعملت في قطعي 12 سنة، ثم نظرت فإذا في باطني، قعد 12 سنة خلص من هم الخلق، بعد ما كان خلص نفسه حس بقى بتاع، وبعدين ابتدى بقى يبص في باطني يراقب نفسه تاني، فإذا في باطني زنار تاني، يا دي المصيبة، إعجابه بنفسه، وصلت الحمد لله، فلقى نفسه الزنار الأخير وهو إعجابه بنفسه، فهمت إزاي؟ يبقى كأنه يعمل لنفسه، دي مصيبة تانية، قعد يقطع فيه 5 سنين، انظر كيف اقطعه، فكشف لي، فنظرت الى الخلق بما فيهم نفسه، ما هو من الخلق، فرأيتهم موتى، فكبرت عليهم 4 تكبيرات، واستريح بقى، اتولد بقى، فهمت بقى؟ ربنا يوفقنا جميعا. شفت سيدي ابراهيم الدسوقي يقول ايه في الصلاة على النبي اللي بيقولها؟ وخذني اليك مني وارزقني الفناء عني، ولا تجعلني مفتونا بنفسي محجوبا بحسي، واكشف لي عن كل شر مكتوم يا حي يا قيوم. خذني اليك مني وارزقني الفناء عني، ادي المعاني اللي هم عايزين يقولوه. سمعت الشيخ ابا عبد الرحمن السلمي يقول، سمعت ابا العباس البغدادي يقول، سمعت جعفرا يقول، سمعت الجنيدي يقول، سمعت السري يقول، السري السقطي شيخ الامام الجنيد وخاله، يقول: يا معشر الشباب، جدوا قبل ان تبلغوا مبلغي فتضعفوا وتقصروا كما ضعفت وقصرت. وكان في ذلك الوقت لا يلحقه الشباب في العباده. يعني هو بيقول لهم كده، وهو عجوز، راجل شيخ عجوز، بيقول لهم جدوا انتوا شباب كده وعندكم قوه في الطاعه والعباده والمجاهده، قبل ما توصلوا لسني وتضعفوا وتأثروا زي ما بأثر أنا، وهم مش ملاحقينه في العباد. يقال عن السري السقطي أنه ظل 40 عاما لا يرقد، 40 عام لا يرقد، وكان يقول: أرى شيطان في بيتي ولا أرى وسادة، مش عايز أشوف وسادة أبدا. كان لما يغلب على النوم كده ينام كده شوية وبعدين يستيقظ تاني علشان إيه؟ يعبد ربه من شدة اجتهاده في العبادة. وإحنا نقول إيه بقى؟ نقول: لا حول ولا قوة إلا بالله على ما نحن فيه من غفلة. وسمعته يقول: سمعت أبا بكر الرازي يقول، سمعت عبد العزيز النجراني يقول، سمعت الحسن القزاز يقول: بني هذا الأمر على 3 أشياء، الأمر اللي هو طريق التصوف يعني الحق، مبني على 3 أشياء، اللي هو طريق المجاهدة، ما هو طريق التصوف هو طريق المجاهدة، طريق الرجالة يعني، عايز رجولة فعلا يعني، التصوف ده عايز رجولة، وكل الناس اللي هم ما كانوش رجالة هم اللي أساؤوا للتصوف، والناس اللي بتهاجم التصوف بتهاجم النماذج اللي هي مش من المتصوف بحق، اللي هم قالوا ان احنا متصوف ومش متصوف، أونطاجية جهلة وأونطاجية ودراويش، ويعكوا العك كله، وفي الاخر يجي واحد جاي ليه يبص عليهم ولا هو ده التصوف، يبتدي يهاجم التصوف، ألف كتب، ادي كل المشكلة. لكن التصوف مش كده، التصوف هو ما كان عليه الصحابة ورسول الله صلى الله عليه وسلم، هو لب الدين، هو مقصد الدين، وكل ما خالف فعل الصحابة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس من التصوف في شيء. فبيقول: ألا تأكل إلا عند الفاقة، كأنه بيوصف حال النبي والصحابة، هو ده حال النبي والصحابة، ألا تأكل إلا عند الفاقة، يعني لما يشتد بك الجوع، مش تاكل وانت شبعان، ده انت يا غلس بتصحى بعد العصر وانت واكل وشبعان ومحلي، تقول انا نفسي اكل حاجه بس مش عارف ايه هي. يا سلام على الافتراء، يا سلام على الافتراء اللي انت فيه، وفي الاخر تقول لي: اصل انا مربي لي دقنك قد كده،
طب خليها حتى قد كده، قد دينك. فهي الحكاية كلها الواحد ياخد باله، سنة النبي كان لا يأكل حتى إلا أن يجوع، وإذا أكل لا يشبع، شيء دي سنة النبي. هم قالوا حاجة خارج كلام النبي؟ ما قالوش حاجة خارج كلام النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يعف على طعام قط، وانت كل ما يقدموا لك حاجة دي باردة ودي سخنة ودي دلعة ودي مش عارف ايه ودي بيت، يا جدع يا جدع اتقي الله، اتقي الله واحمد ربك. النبي عاش ومات ولم يشبع من الشعير، من خبز الشعير اللي انت ما شفتوش، ولو شفته يمكن ما ترضاش تأكله للفراخ. فبطل افترى بقى، تقول لي رايح الازهر احضر الدرس وجاي من الازهر، ابي يا جاي رايح فين وجاي منين؟ ارجع بقى لحال نبيك صلى الله عليه وسلم اللي انت بتحبه وتدعي انك تحبه. والمرء لما بيحب حد بيحب يقلده ويعيش حياته صلى الله عليه وسلم. كان ممكن ياكل من الجنه صلى الله عليه واله وسلم، لكن رفض، رفض علشان يعلمك تقول الحمد لله، رفض عشانك انت، لان النبي حتى لو كان في الجنه هتطلع منه الحمد لله خالصه برضه، لكن هو رفض علشانك انت، ورفض ان تبقى جبال مكه في يده ذهب تكون معه حيث ذهب، علشان لما تلاقيش انت مال تجد لك فيه اسوه. لكن النبي حتى لو كانت جبال مكه كلها ذهب كان غناه بالله مش بالذهب برضه. لكن افهم ازاي كان هو حريص عليك ومش عايز حتى يفتنك. لم يمتحن بما تعي العقول به فلم نرتب ولم نهم صلى الله عليه وسلم. ألا نأكل إلا عند الفاقة، يبقى ما تاكلش إلا وأنت جعان يا راجل يا مسلم يا محترم عشان تصل لمقام الإحسان. ومش أول جوعة، اصبر شوية اصبر شوية ما تضيعش عمرك. أول ما تجوع تاكل، هو أنت أول ما تجوع تاكل؟ طب ما أنت هتقضي عمرك في دورة المية وبقيت عمرك نايم. طالما هتاكل كتير هتنام كتير وتخش الحمام كتير وتقضي عمرك في دورة المية، فيبقى بالراحة شوية. لا تمنع الاكل تضعف وتموت مني، ولا تاكل زياده عن اللزوم ويجي لك تخمه وتنام طول النهار وتشخر، لا الاعتدال، الاعتدال كويس. فهمت؟ هو ده ده دين الاعتدال، الجمال كله. اما انا فاقوم وانام واصوم وافطر واتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني صلى الله عليه وسلم. الا تاكل الا عند الفاقه ولا تنام الا عند الغلبه. يصحوك من النوم وانت نايم بقالك 10 ساعات، سيبوني النهارده اجازه. اجازه ايه؟ اجازه من القبر. انا امبارح بالليل رحت اعزي واحد قريبنا، ابن عمة ابويا، ابنه في ثانويه عامه، ثانويه عامه وطالب، واد كده بيلعب رياضه في سله في نادي الجزيره، واد يعني ما فيش احسن من كده، ثانويه عامه. بيصحيه الصبح امبارح الصبح الجمعه على فراش لقاه ميت، والله كده فوجئ بيه، وجاي له الراجل المدرس يدرس له حضر غسله. يبقى اتعظ بقى، يوم اجازه هتنام، هتنام من يعني هتهرب منين؟ تهرب من عمرك؟ قوم الحق. اجازه من ايه؟ انت ما انت الا اوقات معدوده، الحق نفسك، الحق نفسك واجتهد. ما تنامش الا لما يغلبك النوم، لما يغلبك النوم نام، ما يجراش حاجه. فليعبد احدكم ربه نشاطه، يغلبك النوم نام، لكن ما تجيبش لنفسك النوم. افرض ربنا سبحانه وتعالى ادالك يقظه وخلاك انك انت بتنشط كده مع عدد ساعات من النوم معقول، يبقى خلاص استهلك هذا الوقت في طاعه الله عز وجل. ولا تنام الا عند الغلبه، والاخيره دي اصعبهم، ولا تتكلم الا عند الضروره، دي اصعبهم بقى. سهل الحاجات اللي فاتت دي سهل، ان انا مش هنام الا لما يغلب عليا النوم، ومش هاكل الا لما اجوع، ولما اجوع مش هشبع. حلو سهل. طب بقى احكم لسانك، ما تجيش تتكلم الا عند الضروره، جربها كده هتلاقي في نور يجي لك في قلبك عجيب بعد شهر، نور ما كانش موجود قبل كده بالشهر، يعني انا بقول لك وحي، يمكن بعد يوم يمكن بعد لحظة، بس جرب. فهمت ازاي؟ جرب، لكن انا بقول لك شهر ليه؟ عشان تصبح عادة سجية عندك.
يعني مش تعملها يومين وتبطل وترجع ريما لعادتها القديمه، لا يعني خليها سلوك. ابتدي كده، من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. شفت بقى توجيهات الاوليه دي كلها ماشيه مع الشرع الشريف ازاي؟ محدش بيقول حاجه من عنده. التصوف مش بدع زي ما بيقولوا اهل البدع، ده هو لب الدين، هو السلوك الذي كان عليه النبي والصحابه رضي الله عنهم وصلى الله على نبينا وسلم. لا تتكلم الا عند الضروره، ولسانك زي ما بيقولوا عليه صغر جرمه وعظم جرمه. هم يحبوا العلماء كده ايه، يجيبوا لك الكلام القريب من بعض يعني، هل علشان تحفظه لعلك تتعظ، وانت لا بتحفظ ولا بتتعظ، اعمل فيك ايه؟ طيب يقول لك قل جرمه يعني حجمه صغير وعظم جرمه، لان شوف انت لو ضربت واحد بايدك ممكن بعد كده اما تعتذر له ينسى الضربه، لكن هينه بلسانك يفضل فاكرها لحد ما يموت. يعني جرح اللسان لا التئام له، الا جرح اللسان ده اصعب جرح، وعشان كده عظم جرمه. وهل يكب الناس على النار الا حصائد والسنتهم؟ لما انت راجل رغاي وهتبتدي تكتم ايه لسانك عند الضروره وانت عايز ترغي، خليه بقى في ذكر الله، خليه في حفظ القران، خليه في الصلاه على النبي. ادام انت ولابد لسانك يشتغل، شغله برضه، بس شغله شغله مباحه، ما تشغلوش رقاصه. فهمت ازاي؟ شغله بقى شغله مباحه، شغله فيها طاعه. فهمت؟ ادام هو ولابد يشتغل وما يستحملش البطاله، يبقى خليه بدل ما يشتغل في كازينو ليلي يشتغل في ذكر الله عز وجل. فهمت ازاي؟ اقلب فمك ده مسجد وخليه باستمرار راكع لله عز وجل، ذاكر لله عز وجل، يصبح آلة توصلك إلى الله وتنقي قلبك مما فيه. يبقى اللسان ده أهم حاجة. يبقى شوف هو بقى عايز يقول لك إن طريق التصوف ده تربية ازاي؟ تربية مجاهدة ازاي؟ ما كلش إلا إذا جعت، وما نامش إلا إذا غلبني النوم. يبقى فترة استيقاظي زادت. طب استيقظت كتير يبقى هتكلم كتير واختلط بالناس كتير، وما اتكلمش الا عند الضروره، حبسك. يبقى اعمل ايه؟ اطيع رب. شفت بقى المساله ازاي؟ هو عايز يعلمك المساله تمشي ازاي. ما هو خلاص قلل لك اكلك وقلل لك نومك، يبقى استيقظت كتير. استيقظت كتير معناها هتقعد ترغي على القهوه بقى ونقعد على النادي. لا، قال لك كمان ما تتكلمش الا عند الضروره، يعني ولا نادي ولا قهوه ولا اكل ولا انام، اعمل ايه؟ اذكر ربك، احفظ القرآن، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، انصح للمسلمين، تعلم العلم لله لا من أجل أن يقال لأنك عالم، بس استعمل الحاجات دي كلها. وسمعته يقول، سمعت منصور بن عبد الله يقول، سمعت محمد بن حامد يقول، سمعت أحمد بن خضروي يقول، سمعت إبراهيم بن أدهم يقول، لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات. احنا قريناها دي في سيرة سيدنا ابراهيم ابن ادم قبل كده في اول الكتاب، وشرحناها يمكن شرح كبير، فانا هقراها بس وانت بقى يعني فاهمها. لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات. اولها ان يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة، يغلق باب التنعم والترفه، يبطل بقى رفاهية بقى ودلع بقى، ويفتح باب الشدة الاجتهاد وخشونة الحياة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم كان فراشه ليه في كل حجرة من حجرات زوجاته فراش شكل، كان عنده فراش حشوه قدم من ليف كان ينام عليه صلى الله عليه وسلم، وفراش تاني عند ستنا حفصة كان قطعة صوف كده يطبقها طبقتين بس وينام عليها، فلما عملتها له أربعة نام فورده من الليل ما لحقش يعمله لانه نام اكتر من اللازم. فقال منعتني وطأة هذا الفراش صلاة الليلة. فلما لما بص له كده قال ارجعيه الى ما كان عليه، راحت فردة تاني وفراش على الارض مش على السرير بريش النعام ومال الدنيا شكوى. فهمت ازاي؟ يبقى النبي صلى الله عليه وسلم كان اختار الحياة الخشنة. دخل عليه سيدنا عمر بن الخطاب
ووجد قلة ما حول النبي من عرض الدنيا، فبكى وقال: أنت هكذا يا رسول الله، وكسرى وكيسر في الحرير والدباج والذهب والفضة؟ فقال: أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ الدنيا لهم ولنا الآخرة، مالي والدنيا، مالي والدنيا. شوف النبي يقول إيه، مالي والدنيا. الله، لأن الدنيا هي اللي افتقرت إليه ولم يفتقر إليها صلى الله عليه وسلم. خلقت له وهو لم يخلق لها، هو خلق لله. وكذلك كل صالح، الله خلق الدنيا لبني آدم، وخلق بني آدم له لنفسه سبحانه وتعالى. يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة، الاجتهاد يعني. اخشى وشنه فإن النعمة لا تدوم، مش كده برضو الحديث كده؟ يجي الشاب من دول عايز يتجوز، ولا البنت من دول عايزة تتجوز، ترهق أهلها ويرهق أهله، عايز يبقى بيته زي بيت أبوه بعد ما هو متجوز بقاله 40 سنة، وانت لسه هتتجوز النهاردة. يا أخي اتقي الله يا أخي، يعني متى يسر وخلاص؟ الحكاية سهلة، الحكاية سهلة، يسر على نفسك. بقينا مستهلكين، بقينا متنعمين، بقينا محجوبين عن كل خير، لأننا انشغلنا بالكلام الفارغ. والثاني أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل، باب الكبر. أنا أنت ما تعرفش أنا ابن مين، أنا ما تعرفش أنا متخرج من كلية إيه، أنت ما تعرفش إن أنا ساكن فين، ما تعرفش عمي مين، أنت ما يا وانتجي، يا وانتجي عمك إيه، وكلكم لآدم وآدم من تراب. فوق لنفسك، فوق لنفسك. رب أشعث أغبر ذي طمرين إذا أقسم على الله لأبره. ممكن الناس اللي بيكنس بره يبقى أحسن من الوزير عند الله، أكرمكم عند الله أتقاكم. فوق، فوق، بتغتر بإيه؟ يغلق باب العز، يعرف نفسه وحقارتها وضعفها، ويفتح باب الذل إلى الله، فلا يتكبر على الخلق ويتذلل إلى ربه. أن يغلق باب الراحة، التكاسل، أين تذهب هذا المساء؟ المسرح الفلاني والنادي العلاني، بطل بقى. أو ينام يضيع عمره في النوم، أو في الزيارات اللي ملهاش لازمة ويجيب سير الناس، كسل. أو يقعد يتمطع في البيت، يقولك يا سلام أحلى حاجة، أقعد تنبل تنبل. والجنة مش للتنبلة، الجنة مش للتنبلة. أن يغلق باب الراحة، يعني التكاسل عن الإيه، عن الطاعات، ويفتح باب الجهد اللي هو الاجتهاد. وأن أن يغلق باب النوم، النوم بلا ضرورة يعني، ويفتح باب السهر. والخامس أن يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر. الغنى يعني الاستغناء، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. يغلق باب الاستغناء عن الله ويفتح باب الفقر لله، فلا يستشعر إنه عنده حاجة يركن إليها، بل ركونه يكون إلى الله لا إلى الأشياء الفانية. والسادس أن يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت. أقول الواد ثانوية عامة امبارح رايحين نعزي تاني النهاردة، شفت قد إيه؟ في كل الأعمار، في كل الأعمار الموت ده ملوش سبب، ولا كان مريض ولا حاجة. فبطل بقى، إحنا قلنا إن السم الزعاف اللي يمنعك من التوبة التسويف، تقول بكرة بعده، أما خلص، أما مش التسويف. والتسويف سببه طول الأمل، إنك أنت مستشعر إن لسه قدامك فترة طويلة. لا، تغلق باب الامل بقى ويفتح باب الاستعداد للموت. ما تفتكرش انك انت يعني لازم تعيش لما تتحال على المعاش، وبعد ما تتحال على المعاش تعيش لما تجيلك امراض الشيخوخة، وبعدين لما تجيلك امراض الشيخوخة واسنانك تتكسر وتعمل طقم اسنان، يا دوب تفكر تتوب بقى. هيبلوا لك التوبة في مية عشان تعرف تقرقشها، وساعتها يمكن ما تعرفش تبلعها. فاعرف بقى نفسك، هل انت ضامن هتعيش للسن ده؟ لو ضامن ما يجراش حاجة. يعني انا اعرف ناس
كان احد اساتذتنا في الجراحة لم يركعها ولم يصم قط حتى حيل على المعاش. شوف كان استاذ كبير في القصر العين رحمه الله، لم يركعها قط، ورمضان عز رمضان الناس كلها صايمة وماشي كده يمر على عينين بفنجال القهوة والسيجار، مجاهر اتحلى على المعاش. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى اول ما اتحلى على المعاش بعدها بكم سنة كده بقى ما يفوتوش فرد في الجامع اللي قدام بيته لوحده من عند الله كده، ومات عنده 90 سنة، قعد 30 سنة يعبد رب. شوف قد ايه بقى، وراح حج وعمل عمرة وبقى شغلانة، بقى شغلانة كبيرة تاني. طب انت تضمن بقى، تضمن يعني انك انت تبقى كده تقول انا اصل عايز ابقى زي الاستاذ ده لما اتحلق على المعاش وافضى بس كده، ده انا هعمل الميام يا وانتجم. انت ممكن تتقلب على طول بسرعة. احد اساتذتي كان مشرف رسالة الدكتوراه وكان لا يصلي رحمه الله، وبعدين رحت له كده وانا بعمل البروتوكول بتاع الرسالة، الكلام ده كان سنة 84، فرحت له عيادته وبتاع بيراجع البروتوكول وكده، وانا كدقني بقى كبيرة كده وشكلي كده يخوف زي الجماعة بتوع بن لادن كده والحاجات اللي بيجوها في السور. فالمهم دخلت عليه فالظاهر هيئتي يعني فكرته، يقول لي على فكرة بعد ما قربت انا هطلع عمرة في رمضان اللي جاي، الدكتور فلان هيحجز لي وهطلع عمرة، وحصل لي اول ما اطلع العمرة هبتدي اواظب على صلاتي بقى ان شاء الله. هو لوحده كده من غير انا ما اقول له حاجة، فامشي شاف شكلي كده منظري في ايه ففكره. طب يا بيه ما تصلي، احنا رمضان فاضل عليه كام شهر، فما تصلي دلوقتي، واخد بالك. انا ما يعني قلت له كده، قلت له ما تعجل بالصلاة، وبعدين ربنا سبحانه وتعالى يسهل العمرة، ودي توبة جميلة، دي حاجة جميلة. وتاني ماشي، والله بعد يومين مات، والله بعد يومين مات، وكان عنده 48 سنة ومات بعد ما رجع من عيادته. يعني كان صحيح البنية طول اليوم وشغال عادي خالص زي كل يوم، وعلى ترابيزة العشاء بيحضروا له العشاء، قال للمراته مش عارف ايه قلبي ايه وبتاع، زي ما سمعنا القصة بقى وسمعنا خبره تاني يوم بعدها بيومين من الزيارة دي، وكانش ما جالوش رمضان اللي هو عايز يتوب فيه. دي ايات ربنا بيديها لك في دنيتك عشان تعرف، تعرف المعاني دي كلها، انك انت لازم تعجل. شباب و48 سنة ولا يشتكي باي مرض قبل ذلك، فهمت ازاي؟ فربنا ينجينا. ان يغلق باب الامل ويفتح باب الاستعداد للموت. ونقف عند هذا الحد، نكمل ان شاء الله يوم السبت القادم. اللهم علمنا، اللهم فقهنا، اللهم نورنا بنور نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا لما تحبه وترضاه، يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. في سؤال هنا كانوا بيقولوا ما حكم تحية المسيحيين في العيد؟ يعني هتفتكر الشيخ هيقول لك أول ما يجي عيد المسيحيين امسك شبشب واضربه على قفاه؟ يعني هل أخلاق الإسلام، أنت يا راجل، أنت يا راجل بتيجي الجامع الأزهر وبتصلي مع المسلمين بقالك سنين وقريت سيرة نبيك صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه مع الناس كلها، هتفتكر الشيخ هيقول لك مثلا تتف في وشه يوم عيده الصبح؟ يعني تفتكر ان الاسلام هيقول كده؟ دي اخلاق الاسلام؟ يعني عايز انت ايه يعني؟ ما هو لو الشيخ قال لك حي هتشنع عليه. شوف بيقول نوالي الكفار ونفالي، يا عم بتبطل بقى شغل الكلام ده بقى. افهم انت مطلوب انك انت تحسن الى غير المسلم حتى تحببه في الاسلام، مش هي دي الهدف؟ اذا كان نيتك انك انت بتحسن اليه لا ولاء له ولكن لتحببه في الاسلام، فصار كل احسان له عبادة لك. المسألة النية، الامور بمقاصدها. افهم، افهم الشرع الشريف عايز ايه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ايه، مش شاف جنازة يهودي وقف؟ قريت الحديث ده ولا ما قريتش؟ شاف جنازة يهودي وقف، فقالوا انه يهودي يا رسول الله، قال اليست نفسا؟ شفت كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما احنا هنتف في وشهم يا ابني، ومش هنحييهم ومش هنعملهم وحش، هيكرهونا اكتر ما هم كرهنا. يبقى احنا كده بنصدهم عن الدخول في الاسلام. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا.
إنك أنت العزيز الحكيم. أنا هرد عليك بالآية دي بس، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرون وغفر عن ذكر الغافلون. قرأت أننا يجب أن نفعل الطاعة التي نستشعر قلبنا فيها أو حضور القلب فيها، فهل هذا يتعارض مع عمل الطاعة للذة؟ لا، في فرق بين أن الإنسان بيجد قلبه في الطاعة، يعني قلبه حاضر، وأنه بيجد لذته. فرق كبير. أن الإنسان يجد قلبه في ذكر معين، معناه يجد قلبه إيه؟ يعني أحيانا يجي لك، إحنا قلنا الكلام ده في باب الواردات، احيانا يجي لك وارد رحماني من الله بطاعة معينة تلح عليك، فعليك ان تستسلم له، لان ده وارد رحماني، طاعة معينة تستسلم له. يأتيك وارد كده عايز تذكر ذكر معين، ذكر معين كده بيفرض نفسه عليك حتى وانت ساكت تلاقيه بيزن في ودنك، استسلم له لان ده من الله. فهمت ازاي؟ ده سلم بعثه الله، بعثه اليك الله لتصعد عليه اليه، منه اليه، يبقى تهتم بيه. لكن انا بتكلم انك انت تعمل الطاعة للذة نفسك، للذة نفسك. عارف جريج لما كان في صلاته وامه بتنادي عليه وقال ربي صلاتي وامي، فقدم صلاته على امه، كانت صلاة نافلة، فقام ربنا عاقبه ازاي في الاخر وهو ولي من الاولياء الكبار. فهمت ازاي؟ فلازم تفهم الفرق بين انك انت تجد نفسك، يعني يأتيك وارد قوي بيلزمك بطاعة معينة من داخلك بيقهرك، زي ما يجي لك جوع من الداخل كده، جعان، روح كل بقى، روح كل، تقول لا انا مش هاكل. طب ما انت جعان، مش انت جعان، هو انت جبت الجوع لنفسك ولا جاء رغما عنك؟ جاء رغما عنك، عطشت غصب عنك، عطشت، روح للمية. هتعطش اقول لك لا ما تروحش للمية، روح للبيبسي، مش روح للمية، خلاص. واسألوا الله من فضله، فالمية من فضل الله. يبقى ذهابك للمية حال العطش ذهاب إلى الله، وذهابك للطعام حال الجوع ذهاب إلى الله، مش كده برضو؟ سؤال إلى الله، واسألوا الله من فضل، لأن الطعام فضل الله والشراب فضل الله والذكر فضل الله. فإذا غلبك ذكر معين واستشعرت قلبك فيه فهو أيضا سؤال إلى الله من فضله. فهي دي المسألة، والله أعلم. سبحانك اللهم.